ذكرت مصادر خارجية لمراسل الجزيرة بالرياض أن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخارجي المقرر اليوم لن يشهد توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخارجية. وأضافت المصادر أن الاجتماع سيقتصر على حضور الوزراء الخارجيين لمناقشة مستجدات ملف اليمني. ومن المقرر أن يعرض الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي عبد اللطيف الزياني نتائج مباحثاته في صنعاء التي زارها أمس، وينتظر أن يصدر بيان عن الاجتماع مساء اليوم لإيضاح الموقف الخارجي والمرحلة التي وصلت إليها المبادرة بعد أن رفض الرئيس اليمني التوقيع شخصيا على المبادرة، وهو شرط أكدت المعارضة أنها لن تتنازل عنه. عدن اليمن لمدينتها المنصورة التي احتضنت أول قطرة دم سالت في ثورة التغيير، هكذا بدت قبل يوم واحد من الموعد المنتظر لتوقيع المبادرة الخليجية، ساحة تنتشر فيها الآليات الثقيلة ومسرح تراق فيه الدماء. على الأرض إذن يستمر القمع والعنف، فلا تنديد دوليا به ولا حتى بند في المبادرة الخليجية يشترط وقفه، بل تطلب المبادرة عودة المعتصمين إلى بيوتهم. وفي أروقة السياسة يعتري المخرج المنشود علة جديدة تهدد إنجازه، علة الحبر الذي سيوقع به طرف النظام لمن يعود، هل لصالح رئيس الدولة المطالب بالتنحي أم لصالح رئيس الحزب الحاكم؟ مشروع الاتفاقية بالأساس فاتح توقيعين، توقيع رقم واحد باسم رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح، رقم اثنين المعارضة اليمنية محمد سالم باسندوا، هذا هو مشروع الاتفاقية والتوقيع عليها. لكن الحزب الحاكم قال كلمته: إذا كان الرئيس قبل بالتوقيع بصفته رئيسا للمؤتمر، فما الذي يضير؟ الصفة لا تضير ولا تنتقص من الاتفاقية شيئا. تساؤل يثير آخر: طالما والصفة لا تضير، فلما التمسك بها في حين أنها تهدد بإفشال المبادرة الخليجية؟ لكن الشارع الثائر فهمها بطريقته وأكد أن أهل الثورة أدرى برئيسهم. معروف من زمان أنه ما عمره ما التزم بالعهود والمواثيق، دائما كل ما يتكلم بعد ساعتين يقلب، دائما يغير كلامه، في الليل كلام والصباح كلام ثاني، فما فيش مجال للتفاوض. رحلة المفاوضات السياسية وما يقابلها من خطابات للرئيس وتصريحات لممثليه أفرزت صورة واضحة لموقف صالح أنه يقبل التنحي لكن عبر صناديق الاقتراع، ويوافق على توقيع المبادرة الخليجية لكن بصفته رئيسا للحزب الحاكم، ليكون هذا نتاج التعامل السياسي مع ما يحدث في اليمن. رسالة ثوار التغيير إلى دول الخليج. ودعت اللجنة التنظيمية للثورة السلمية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى عقد جلسة استثنائية لوضع حد لما سموها جرائم علي صالح وتشكيل فريق تحقيق دولي لكافة مجازر النظام الممنهجة. وبين دعوة الخليج إلى تبني المطلب ومناشدة المجتمع الدولي مواجهة العنف، يستمر زخم التظاهرات الممتد على الخارطة اليمنية من صنعاء العاصمة إلى تعز الجنوب والحديدة غربة وصعدة شمالا ومكلا حضر موت شرقة. قائمة المحافظات الثائرة تطول ليبقى المجتمع الدولي أمام حرج تبنيه ديمقراطية الأغلبية العددية بمقارنة أعداد ساحات التغيير بساحة صالح الواحدة، والتي يخطب في كل جمعة بأن من فيها هم الشعب اليمني العظيم دون غيرهم. ومعنا من صنعاء من ساحة التغيير ناشط من شباب الثورة باسم الحاج. باسم الحاج، الآن تأكد أن هذا الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم، ربما إلى أين تتجه اليمن في ضوء فشل كل هذه المبادرات؟ ما سمعت. هل تسمعني الآن سيد باسم؟ أيوة، عيد السؤال. أسأل: إلى أين تتجه اليمن في ضوء الفشل المتتالي لكل المبادرات المطروحة لتجاوز هذا الاستعصاء الذي تعيشه الحالة اليمنية؟ يا عزيزي، أولا أحب أن أقول أن قبل المبادرة وأثناء التفاوض حولها وبعدها الشباب ماضيون نحو هدفهم الرئيسي المتمثل بإسقاط النظام ورحيل صالح.
المبادرة حاولت أن تخرج الرئيس بشروط مكرمة، لكنه يرفض أن يخرج بشروط مكرمة، ونحن كنا نتوقع أنه لن يوقع عليها، وأعتقد أن الأحزاب السياسية كانت متوقعة أيضا أنه لن يوقع عليها، ولكن حاولت أن تعمل جهد سياسي يحاصر هذا النظام ويحرق آخر ورقة سياسية له أمام الخليج وأمام المجتمع الدولي. الآن وبشكل واضح ستكون مسؤولية المجتمع الدولي والخليج أكثر من أي وقت مضى في أن تنحاز لمطالب الشعب اليمني، لمطالب الثوار في الضغط على النظام بالرحيل. طيب الآن تقول بأن عفوا المقاطعة باسم الحاج، باسم الحاج حتى نوضح بعض الأمور، تقول الآن المسؤولية تقع على المجتمع الدولي وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن ما حدود ما يمكن أن يقوموا به؟ والله أعتقد أن وجود موقف جاد ويعرفونهم مدى أثرهم على النظام في اليمن، وأيضا المجتمع الدولي يستطيع أن يستخدم العديد من أشكال الضغط. نحن ما نطلبه منهم أن يقفوا إلى جانب مطالبنا بشكل واضح، خصوصا وأن استمرار وبقاء هذا النظام لن يؤثر سلبا، ولن والذي سيترتب عليه الانهيار وفشل اليمن سيمتد ذلك نحو الخليج. كل ما يحدث فيه النظام من إرهاب وقاعدة هو يتمثل ببقاء هذا النظام، ولا شك هذا سيترك أثره على الخليج وعلى العالم. الأمر الذي يترتب عليه أن يواجهه بأشكالهم السياسية والضغط والدبلوماسي المختلف على النظام، بينما الشعب سيستمر في ثورته وبأشكاله التصعيدية. شكرا لك سيد باسم الحاج الناشط من شباب الثورة من ساحة تغيير في صنعاء.